رحب السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر يوسف أوشيش بإعلان الرئيس تبون عن إطلاق حوار وطني في خطابه بمناسبة أدائه لليمين الدستورية. أوشيش وخلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب بالجزائر العاصمة ثمن الخطوة باعتبارها تأتي في سياق إقليمي ودولي تطبعه عدة مخاطر مما يحتم الخروج بتوافقات وطنية بين كافة الفواعل وفق تعبيره. والاقتصادية لإعداد بهذا الإعلان ونرجو أن يأتي من بعده إرادة سياسية حقيقية لإجراء حوار وطني. نعيش في خضم سياق إقليمي ودولي يحمل في طياته الكثير من المخاطر ويفرض على الجميع سلطة وطبقة سياسية ومجتمع لتحمل مسؤولياتهم وبكل حرية للوصول إلى التوافقات المناسبة وبناء التوافقات اللازمة لتعزيز مناعتنا الوطنية ولتكريس الديمقراطية ودولة الحق والقانون.